عندنا أوقات ثلاثة ينهى عن الصلاة فيها كنا نيكاتي تاتو أمبازو كوانبا أنتو هفاي الصلاة النافلة لله هكذا ركعتين

او سنه الطواف تصلى فيها او بينجيني انت انتاك كسوالي سنه يوضوء او كسوالي صلاه يا سنه طواف بي انايزا كسوالي كاتيكا نياكاتي الوقت الاول وقت وكان زامبو كوانبا انت كسوالي عندما يسلم الامام من اذان الف... من صلاه الفجر الى ان ترتفع الشمس يعني وقت الاشراق تقريبا ساعه وساعه وربع بعد اذان الفجر بعد صلاه الفجر <tis> uh, nyakati ya kwanza ni kwamba mtu hafai kuswali baada ya salatu lfajri mtu hafai kuswali baada ya imamu amepiga salam baada ya salatu lfajri mtu hafai kuswali mpaka jua litakapokuwa limechomoza kidogo hiyo nyakati mtu hafai kuswali Al <tis> wakati kabla swala ya dhuhuri kwa dakika kama ishirini pia mtu hafai kuswali wakati kama huo Al <tis> wakati watatu إذا سلم الإمام من صلاة العصر إلى أذان المغرب وأنا بقوة إمام أمي سلام سلامه يعني بعد صلاة العصر انتقى وقت المغرب هو وقت أنتها فايك سوالي والله أعلم